بعد ترقب كبير ومخاض عسير لنتائج قرعة ثاني أدوار دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تعرف المتأهلون الكبار عن خصومهم في دور خروج المغلوب. جنون قرعة نيون أسفر عن معارك من العيار الثقيل، لتفي القرعة بجميع وعودها مبكرا عندما فجرت مواجهات فيها من المتعة والإثارة الشيء الكثير، رغم أنها أنجزت مرتين. بين الثأر وتصفية الحسابات بين عمالقة القارة العجوز، كان العنوان الأبرز لقرعة دور 16 من دوري الأبطال موسم 21-22 صراع من أجل البقاء وتحد للاستمرار في هذا المشوار. أخطاء تقنية تسببت في إعادة القرعة التي تم إلغاؤها، لكن القاسم المشترك بينهما ظل الإفصاح عن مواجهة قوية وصعبة للغاية، ليكون شعارها الجديد مصائب قوم عند قوم فوائد. النادي الملكي ريال مدريد الذي يواصل عروضه القوية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يدخل الغمار الأوروبي وهو ملك البطولة والنادي الأكثر تتويجا بذات الأذنين على مر التاريخ، بمواجهة قوية جدا أمام باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم. عودة ميسي ونيمار لملاقات ريال مدريد، وعودة القائد السابق للملكي لمواجهة فريقه السابق، وحسابات الثأر داخل الملعب وخارجه ستجعل لهذه المواجهة طعما آخر. الريال وباريس سان جيرمان قمة دور 16 دون منازع. من جهته البعبع الألماني الفتاك بايرن ميونخ وأبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم، يشق قطاره السريع طريقه نحو المقدمة بمنظومة خارقة لا تعترف بالنجوم بقدر ما تجسد العقلية الألمانية واللعب الجماعي بشكل جلي. يلاقي في هذا الدور في مواجهة محسومة قبل بدايتها نادي سالزبورغ النمساوي، في مواجهة غير متكافئة ألقي عليها ظلم القرعة الملغاة بشكل كبير. زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطموح العودة إلى الواجهة الأوروبية بذكريات سنوات المجد الكروي للشياطين الحمر وبعد تصدر المجموعة في الدور الأول، يواجهون في ملحمة أكون أو لا أكون نادي أتلتيكو مدريد العنيد. كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني قادرة على ردع الشياطين، مباراة متوازنة ستحسمها جزئيات على المستطيل الأخضر. فيرمينيو، صلاح وساديو ماني والبقية، منظومة الريدز تشحد أسلحتها وعينها على تكرار صناعة اعتلاء القمة الأوروبية قبل عامين عندما بسط الرداء الأحمر على أوروبا بأكملها بقيادة هذا الألماني النابغ يورغن كلوب. سيواجه القادمين من إيطاليا إنتر ميلان النيراتزوري المحمل بأمان عشاقه وأنصاره التي تمني النفس باستعادة أمجاده في مسابقة دوري الأبطال تصطدم بالمد الأحمر للريدز في معركة البقاء للأقوى. السيتي والضمأ الأوروبي الذي دام طويلا يريده عشاق السماوي موسم غيث يتوج به بيب غوارديولا عناءه الطويل ويكتب أول لقب له في دوري الأبطال باللغة الإسبانية. نجوم كبار وتكتيك مفهوم حينا ومبهم حينا آخر، بداية الرحلة ستكون بمواجهة الملاحين سبورتينغ لشبونة البرتغالية الذي يبحث عن المضي قدما ولو عبر بوابة صعبة الاقتحام في ملحمة إنجليزية برتغالية. في مواجهة فرنسية إنجليزية يواجه ليل بطل فرنسا نظيره تشيلسي. ليل الذي ظهر بشكل مشرف جدا في دور المجموعات يواجه بطل أوروبا تشيلسي الباحث عن الدفاع عن لقبه وكتابة مجد جديد بقلم ألماني وألوان زرقاء تجعل اللقب حبيس عاصمة الضباب. شراسة السيدة العجوز على المستوى الأوروبي وقتالية لاعبي يوفنتوس رغم افتقاده جودة الأسماء تصطدم بغواصات فياريال في مواجهة لن تكون هينة لكتيبة أوناي إيمري الذي يسعى لبلوغ أدوار متقدمة في المسابقة الأوروبية الأغلى. الباحثون عن المتعة والإثارة وكرة قدم عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى انتظروا ورقة أياكس أمستردام الهولندية الذي يقدم يافعوه مستويات مبهرة تعكسها النتائج المذهلة للفريق في الآونة الأخيرة. يواجهون بنفيكا البرتغالية مواجهة الأحصنة السوداء واليافعين الباحثين عن الحلم الأوروبي بين أياكس وبنفيكا. هكذا إذن كانت نتائج القرعة المجنونة في هذا الدور الذي لا يقبل القسمة على اثنين.
صراعات قوية يترقبها عشاق الجلد المدور. الطريق نحو سان بطرسبرغ بروسيا قد يكون الحديث عنه سابقا للأوان، قد تتضح نسبيا بشكل مبكر في ظل تزايد الأسماء المرشحة للظفر باللقب الأغلى في القارة العجوز. مواجهات دور 16 كانت بهذا الشكل، فما هي الأسماء الثمانية الكبار التي ستعبر للدور القادم حسب توقعاتكم وآرائكم؟ إن أخذنا بعين الاعتبار قاعدة إلغاء أفضلية الهدفي خارج القواعد. حكيم الزيري عن قناتكم كورة وبس. نسمة من ريال زمان تعود، قبسة من ريال المتعة والإبداع تطل علينا من جديد، ليس أمام صغار إسبانيا فقط بل حتى مع كبارها. واليوم الضحية لم تكن إلا مع من يقتسم الأرض والهواء، رغم أن ملك العاصمة ليس إلا ريال مدريد. سيميوني والكتيبة انحنوا لعاصفة هوجاء، كان مراد ثلاث نقاط، وعن طريق الهدفين بأقدام العائد من الإصابة والباحث عن نفسه في ظل تألق المهاجمين. أما الأسيست فليس إلا بأقدام من ظلمناه منذ قدومه، وفي هذا الموسم قرر أن يعاقب الخصوم ويسعد الأهل والأنصار. الريال والذي قرر الهروب في مقدمة الترتيب عرف أن الطريق الأوحد هو الإطاحة بالخصوم المباشرين، فكانت البداية أمام ريال سوسيداد مرورا بإشبيليا، واليوم كان التأكيد أمام أتلتيكو مدريد والذي لم يكشر عن أنيابه كما السابق، وصار تائها وسط تنظيم الريال المحكم والذي زاده حكمة رجوع أنشيلوتي والذي يعيد البناء والثقة في صفوف اللاعبين، ومعها الجماهير العاشقة الراغبة في التتويج من جديد. فينيسيوس الملتهب والذي صار بابا نويل الريال حين يفرق الهدايا يمينا وشمالا، وبعد أن كانت الهجمات تهدم عند وصولها إليه أصبح يخلق الفرص بمراوغات هادفة وتمريرات سحرية، إن وجدت بنزيما في يومه يحولها بدوره لهدف ببصمة الحكومة ودقة أبو إبراهيم، وبذلك صارت المنظمة. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.